ورجيني. سو كيوت. لا عن جد صغير احلى. ورجيني قبل شعور. عن جد كلبي بتجنن. عيب تحكي كلبي على البنات. بتجنن. تعالي شوفي شو عم بحكي. انت بتقولي كلبي، شو رايك؟ عن جد كثير كيوت، مش معقول. روعه. وشوف على قاعده عم تشرب جوس ومزبطه وضعها وحاطينها نظاره. هي كيفك مع الكلاب؟ أنا ما عنديش مشكلة مع الحيوانات الأليفة ولا المفترسة، يسكنوا وين بدهم، يعيشوا وين بدهم، المهم مش عندي في البيت. حرام عليك. أهم إشي ما يكونوش عندي في البيت. حرام عليك. الكلاب كتير حلوين. هلأ إحنا لازم نحكي عن هذا الموضوع ومطولاً كمان اليوم، لأنه يعني صارت، ما بدي أقول عليها موضة، أكيد لأنه مش موضة، لأنه صار فترة كتير طويلة موجودة عندنا بالوطن العربي وخاصة بالأردن، عم بتزيد إنه الناس صار عم بيقتنوا الحيوانات الأليفة والغير أليفة. بس عشان اليوم ما نعمم الكتير الموضوع، حري. رح نحكي عن اقتناء الكلاب إن سبيسيفيك لأنها موضة فعليا. هي صاير يعني لما باريس هيلتون تمسك الكلب تبعها الصغير وبالباق، وتلاقي بعمان مليون حدا صار يعمل نفس الشيء. والله باريس هيلتون بالباقي لهم تبعون هوليوود، مش عارف ليه. والله انا بفكر انه احنا يعني كمان العرب احنا اصلنا فلاحين وبدو، يعني طول عمرنا متعودين انه نقتني حيوانات، وهي الحيوانات يعني كانت تساعدنا في حياتنا اليوميه بالزراعه والفلاحه شو كان زمان بيقتنوا دخلك غير كان في شو؟ فراس والحصان والماعز والخرفان والحمير اللي حرثت الارض يعني والكلاب اللي بتساعد اقتنائهم لشيء يستفيدوا منه فعليا، حراسه مثلا او شيء يفيدهم بالارض او يعني شيء فعليا يستفيدوا منه. مش انه دجاج ارانب كله موجود. حلو هذا الارانب، موضوع الارانب انا لا عن جد عن جد لا، بس هلا صارت البت يعني الشيء الاسنشلز يعني هي جزء من الستايل تبعك. هون انا عندي يعني علامة استفهام على هذا الموضوع. انا ما عنديش مشكلة معهم زي ما حكيت، المهم مش عندي في البيت.